اخر واحد هو من المنتدى الانساني، اليس هو الدكتور ستيوارت، والاخ هاري من لندن سكول اوف ايكونومي، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة لندن. نعم؟ جامعة لندن. جامعة لندن. ما اعتقد انا بدي اخذ وقت كثير، الدكتور هاني موضوع اهم من هيك وثمين، فاترككم مع جلسه الدكتور هاني. بس بدايه هل الجميع اخذ ورقه عن المعلومات ال في حدا ما اخذ شيء ورقه معلومات ال هاي الورقة هي عن المعلومات اللي الورشة اليوم عم تداولها، في حدا ما أخذ أي شيء عن الورقة؟ طيب، في هاي كمان بس للجميع حواسهم. الورشة كما ذكرنا هي ورشة بحثية، تمام؟ وليست فقط ورشة تصديفية، يعني جزء كبير منها نحن بدنا ناخذ المعلومات من حضراتكم. فالأخوة في المنتدى طالبين إنه حضرتكم تقرأوا هذا الموافقة على المشاركة في الورشة، وإذا في حدا حتى عنده استعداد على إنه مستقبلا المنتدى يتواصل معه، لو سمحتوا تنموا لنا المعلومات وتمضوها. لاحظوا ما إحنا عم نحكي بالديمقراطية، إنه ناخذ موافقة. في البريك ها؟ في النوم ها؟ إيه مش البريك. تمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سعيد ان انا اشوفكم النهارده، والجو ربيع، الدنيا الدنيا ربيع وجو ربيع. ها؟ لا احنا ما بنتكلمش في السياسة، احنا مع الجو. طبعا الاستراتيجية التمويل دي انا مش هجيب حاجة مستحدثة انتوا مش عارفينها. اغلب الكلام اللي انا هقوله انتوا عارفينه. اغلب الكلام اللي هقوله انتوا عارفينه. بيتقال قبل كده مرات ومرات، خاصة في تركيا، ان كذا مرة نقول للشباب نوعوا مصادر التمويل للجمعيات، هم كانوا نايمين على مخدة واحدة، مخدة جهة واحدة فقط، وحتى في الجهة دي مجاميع مختلفة، كل مجموعة لها فكر معين، وكل واحد كان ماشي ورا مجموعة فكرية معينة ياخد منها التمويل. انا هتكلم بمنتهى الصراحة، وده شيء من الاشياء اللي بتضرب اي جمعيه في مقتل، ان لو حصل خلاف وعندك مصدر واحد للتمويل بينقطع هذا المصدر. فاللي انا هقوله ليس بجديد عليكم، انتوا عارفينه قبل كده. مين اللي طيب طبعا الصعوبات والعقبات دي هنلاقي في بلاد منعت العمل الدولي على الاطلاق. انا مش هذكر اسم اي بلد، لكن انتوا وكل لبيب ولا لبيب بالاشاره يفهم، واللي ما يفهمش هو حر. في بلاد منعا باتا العمل الدولي للمؤسسات، وحولتها لمؤسسات خدميه داخليه، ها، الا عن طريق الهلال الاحمر في هذه البلاد. في بلاد أخرى أصبحت كل التمويلات تيجي عن طريق الوزارات. ها؟ وفي بلاد مش عايزة أصلاً تعرف إن في مجتمع مدني. سواء كان في بلادها أو خارج بلادها. يعني المجتمع المدني ومؤسساته بيمثل لهم تحدي ديمقراطي أو تحدي جماهيري. ده المناخ اللي هنتكلم فيه. ممكن نتكلم في مناخ ده كتير، لكن برضك الناس إيه؟ ما بتفوقش إلا لما السكينة تيجي وتقطع إيه؟ الرقم. خلاص؟ طبعا في متغيرات كتير حصلت، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. لو احنا بنتكلم على عجاله، على عجاله انيه، لابد احنا قضيه سوريه ملناش شعب مستقر في مكان واحد نستطيع من خلاله او من خلال فعالياتي او من خلال مؤسساتي او تشكيلات هذا الشعب يعمل يجمع منه تبرعات. يعني احنا بنتكلم مثلا على دوله عربيه زي الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا المملكه ولا السعوديه ولا في شعب قاعد، وفي دوله وفي وطن وفي مجتمع
ممكن انت عن طريق ابناء هذا الشعب تجمع التبرعات بالطريقه التقليديه. هنا بنقول ده تحدي اللي هو الاونلاين دونيشن. اونلاين دونيشن از ا جلوبال دونيشن، يعني اللي هو استراتيجيه تحويل مؤسساتنا او طرق جمع المال عن طريق الانترنت وعن طريق السوشيال ميديا. ليس لنا فيها مفر على الاطلاق، شئنا ام ابينا. كان المفروض ده يتعمل من اول ما القضيه السوريه بدات تظهر على الساحه الدوليه من 6 سنوات، لكن احنا برضك نمنا على مخده عزيزه، وعزيزه ودتنا الحسنيه، وحسنيه ودتنا العليه الى اخره. ولا في عزيزه ولا في حسنيه ولا في بهيه. الاغنيه بتاع بهيه بتقول ايه؟ انت مستنطق. فالسوشيال ميديا دي بيجي لك تبرع وانت هنا في اسطنبول من كندا، من امريكا، من موزمبيق، اي حته في العالم. كمان مراقب. ما كله مراقب. طالما انت من الاصل نظيف وشغلك مظبوط ما يهمكش مين اللي بيراقبك. وده نقطه ثانيه هنتكلم فيها، الحياديه والشفافيه والحاجات دي كلها. انا ما بقاش ملخبط الدنيا في كل حته، وعايز الناس تساعدني، مش حد هيساعدك، الناس عارفه انت مين. ولذلك السوشيال ميديا دي بتجيب يعني ويمكن في المصارين انا بضربهم، كنا عاملين ورشه في غازي عنتاب، وكان في معانا زايد الروني من كندا، اسلامي كريف في كندا، وكان في مؤسسه بنفسج، عارفين بنفسج؟ ها؟ بنفسج عن طريق شيخ من المشايخ اسمه مش عارف عبد الله الشريف او حاجه زي كده، جمعوا ربع مليون دولار. من هو ادهم ستيتمنت عشان الناس كل احباب الشريف تبرعوا لبنفسج. كذلك الاسلامي كليف كان عملتها ان هو جابوا شيخ وعلى المستوى شخصيه وعلى المستوى ده، فكل على الفيسبوك بتاعه حطوا فلوس عنده. فزي انت بتجد لك شخصيه مرموقه بتعلن عن الجمعيه عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اي حد يبقى عليك، مسلم، مسيحي، علماني، ليبرالي، اي حد. وللاسف اغلبنا او اغلبكم يعني رايحين على قضيه فكريه واحده، وده خطا. العمل الانساني لا يحدد نفسه بقضايا فكريه واحده، بل ينتشر لكل الناس، لانه فضفاض واسع ويسع الجميع. بس سؤال، هل في اشكال بالتصويت؟ لا انا ما عنديش مشكله. هم لا هم اذا بدنا ناخد صور، حدا عنده اي اشكال؟ بس صور حلوه. We taking some photos. Is it okay? Is it fine by everybody? It's amazing. فواضح ده. فالسوشيال ميديا دلوقتي انت بتتكلم على حاله طارئه، حاله طارئه لابد اليوم مش غدا ان احنا اهملناها واعتمدنا على الطرق التقليديه القديمه. فينا 4 مراحل ممكن نخش فيها. احد الاشياء التي حملت الاغاثه الاسلاميه في 2001 انها فتحت الابواب في 1991، يعني قبل 11 سبتمبر ب 10 سنين. فالناس شافوها. لاي حد. انا دلوقتي انا بقول لك اللي حصل التجربه العمليه. بمعنى ايه؟ بمعنى كنا بنحضر كل المؤتمرات، كنا بندعو الناس، كنا بنتواصل، كنا بنطلع رسائل الى اخره. فلما جت 11 سبتمبر كان ليك اصدقاء، الشراكه عمرها ما تتبني وفي حاله طارئه، الناس يخافوا منك. انا كنت في دوله ما وحبوا يطلعوا مبلغ 10 مليون بعد ازمه معينه. فبعد ما جت الموافقه الاساسيه الاوليه، اصحاب المؤسسات الكبيره الدوليه المرموقه دي كشوا وخدوا خطوه للخلف. يعني ايه؟ انت هتديني 10 مليون دولار دلوقتي وفي ازمه، طب ليه؟ فالشراكه تتعمل والدنيا ايه؟ زي ما انا قلت في الاول خالص، الدنيا ايه؟ الدنيا ربيع والجو بديع والحاجه حلوه. لكن تيجي الشراكه تضربنا الناس بتخاف. لازم الناس تعرفك وفي امن وفي استقرار وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. والشراكه عمرها ما هتتبني بصوره او بتبرع. اسمها منحه. بناء الشراكات بياخد مرحله طويله
اكتبها هنا هو الاندماج. دي بقى مهمه جدا. احنا عندنا هنا في تركيا ما لا يقل عن 2000 جمعيه سوريه. صح؟ في روايه 4 وفي روايه 1500 يعني 4000 1000 مش مهم. اكتر من اي من بعض الدول العربيه. بس يعني ايه؟ نحسدكم على ما انتم فيه. اغلب الجمعيات بتشتغل بطريقه اما عشوائيه او تقليديه. صح؟ عارفين السكر والزيت والسمنه والايتام واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. عارفين ميزانيه الجمعيات دي كلها وهيكلها الداخلي. هياتي وقت هيكون لزاما علينا اننا نندمج. كل جمعيتين او ثلاثه يندمجوا مع بعض. اللي احنا بنسميها بالانجليزي ميرجنج. ميرجنج بمعنى ان كلنا من اجل القضيه السوريه او القضيه العراقيه او القضيه اللبنانيه نعمل جمعيه واحده. هي اداره واحده احنا الثلاثه، مش كل واحد عادي على جمعيه ب 100,000 دولار. او 200,000 دولار وانا عندي جمعيه. لان احنا بنخدم قضيه ما بنخدمش جمعيه. نخدم قضيه ما بنخدمش جماعه فكريه. نخدم قضيه ما بنخدمش عرقيه. بيخدم قضيه بيتنازل عن جزء من شخصيته الاعتباريه. علشان القضية نفسها، فالاندماج في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده والوقت اللي احنا شايفينه في الدنيا بقى شكلها ايه؟ بيكون أحد الفرائض اللي احنا المفروض نبتدي نفكر في عملها. يعني في جمعيات كبيرة جدا في أوروبا وفي بريطانيا اندمجوا. اندمجوا مع بعض ليه؟ لأن الدعم قل. فحسوا عشان مفيش مصاريف إدارية عالية يندمجوا مع بعض مع قلة الدعم. فالاندماج ده اصبح فرض عين. لان مصادر التمويل الاحاديه اللي احنا كنا بنعتمد عليها بدات تنضب او نضب مع التغيرات السياسيه في كل المناخات الدوليه. الاندماج مهم جدا والمرجنج. النقطة الثالثة اللي احنا في تركيا هنا هو لابد مؤسساتنا تكون مؤسسات تركية وقفية ليها كل الاعتبارات. عشان احنا عايشين في تركيا ممكن في يوم من الايام نكون مواطنين اتراك. ممكن. ننسى بقى ان احنا جايين شهر وشهرين وهنمشي. لا، نفكر نحول مؤسساتنا اللي هي العشوائية دي الى مؤسسات اللي هي حيثية قومية وطنية فيها ايه الاتراك معانا الى اخره. الامور دي اصبحت كنا بنتكلم فيها من سنه او اكتر من سنه لكن اصبحت دلوقتي ايه؟ فرض عين. فرض عين وخدناها صيد حياه لكن هو ده الايه؟ للاسف لو كنا عملناها والدنيا ربيع من سنه او سنتين كانت ايه الامور مشيت. لكن لا بنسمع كلام سعاد حسني ولا حتى فريد الاطرش بيقول لك قد الربيع عاد من تاني. كده برضك وبعدين ربيع فيه خريف وفي شتاء في ايه تاني؟ والله هو حسب البلد. احنا عندنا ربيع خرز. احنا ما فيش يوم من ايام السنه اللي فيها ربيع. خلاص كده زعلان انت؟ يبقى هنا هو نخلي مؤسساتنا تركيه عشان يكون لها حيثيه قوميه. نستفيد بكل الامكانيات اللي موجوده. الامر الرابع في النقطه دي بالذات اللي هو الافاق الاخرى. في اوروبا ده انا في بعض المؤسسات السوريه هنا تعبت من عقليات متحجره لاشخاص فاتحين مسجلين مؤسسات في دول اوروبيه مش مفعلينها. يا اخوانا طب سجلت ليه؟ فتبتدي تسجل لك في بعض الدول الاوروبيه او الامريكيه او الكنديه او طبعا هنتكلم عن تركيا هنا هو او في جنوب افريقيا برضك فيها حركه الى اخره. دي دول مستقره. يقول لك شركات مع دول كبيره جدا او بروناي محدش يحرمكم بروناي وبالك اندونيسيا الى اخره الى اخره. حتى باكستان ممكن تجمع منها تبرعات لو انت عملت مؤسسه وطنيه باكستانيه. وباكستان فيها 170 مليون نسمه. يجمعوا لك زي ما انت عايز. يعني ايدي ده الله يرحمه اللي مات اللي عمل اكبر شبكه للشبكات اللي هو عربات الاسعاف بدا من الصفر وراجل غير متعلم. كان بيجمع الايه مئات الملايين من الدولارات من
باكستان من باكستان. يعني بنتكلم ان هو بناء الشركات مع المؤسسات اللي زي حالنا بلد او مؤسسات دوليه. الاندماج مهم 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 جدا. ان خلاص قضيه اكبر مني احط المكان بتاعتي مع جمعيه اخرى ونتفق مع بعض على تحديد هدف محدد، وبعدين نحول مؤسستنا مؤسسات وطنيه هنا هو. وبعدين ان استطعنا ان في بعض المؤسسات السوريه اللي موجوده في بريطانيا مثلا تجمع 17 مليون و12 مليون استرليني. مش بنتكلم ازاي؟ بنتكلم دول بداوا من 3-4 سنين وغيروا اسمائهم وشالوا كلمه سوريا منهم وشالوا العالم اللي احنا حاطينه عشان بس على راسه بطحة يحس علينا، وتحولوا من مؤسسات ليها توجه سياسي لمؤسسات انساني وعفى الله عما سلف. يجمع دلوقتي كام؟ 12 13 14 17 20 مليون. واحنا قاعدين معورين نفسنا في حاره، ليه؟ والقضيه اكبر منك من الحاره ومن الشارع ومن كل الجامعات اللي موجوده هنا. يعني بنتكلم عن 7 مليون نازح داخل سوريا فقط. ده غير الاربعه او الخمسه مليون اللي على الحدود. غير اللي احنا مش عارفين على ايه؟ لما تيجي تتكلم عن جمعيه راس مالها او دخلها 200-300 ألف دولار انا لا بعملهاش ولا كش ولا مش. يبقى شئت ام ابيت لابد ان اندمج وان اتنازل عن عنطريتي وعن ايه غروري ان انا بس اللي بشتغل، انا اول واحد، انا انا انا، انت ولا شيء او انا ولا شيء. لان صاحب المال اللي عندنا ده هو اليتيم اللي مرفوض المرمي في الزعتري ولا مرمي في عرسال عندكم في لبنان ولا مرمي في اي مكان هنا. ده اللي بيدفع المرتب بتاع الجمعيه اللي بتتخانق عشان الشعار بتاعها او تتخانق عشان اسمها او تتخانق عشان حيثيتها. واضحه النقطه دي؟ طبعا قسم اعلامي فعال انتوا عارفينه اكتر مني، يعني بكل انواع الاعلام المتنوعه. بكل انواع الاعلام المتنوعه. اغلب مشاريعنا مشاريع اغاثيه. لان المانح بتاعنا اللي هو اسمه عزيزه ولا اسمه حسنيه ولا اسمه عليا ولا اسمه بهانه، مش كده برضه بهانه؟ هي بهي ولا بهانه؟ ما انا احب بهانه. بالك عايز دي يصحى من النوم الصبحيه اقول لك اعمل ده. الكلام ده كان فيه اكتر من سنتين يا اخوانا. اقفوا مع بعض وقول مانح لا. لان كل واحد مننا كان بيجري من ورا الثاني عشان ياخد فلوس المانح. بس بعد اذنك يا دكتور مقاطعه في الحته دي، يعني ليس كل اتجاه المانحين الى الاتجاه الاساسي. يعني انا كل هذا ولا اشتغلت في جهه احنا في الرحمه العالميه في من حوالي 4 سنوات اعطينا ورقه لاعاده الاعمار. يعني في قله. بس هو التعاطف مع الازمات اللي بتحصل هي اللي بتحرك الشعوب العربيه. انا ما عنديش مشكله. في قله. انا بقول لك ايه، الاصل كان في غالبيه المانحين لهم ثقافه معينه في الوقت ده اللي هو الايه؟ الاغاثه. حاليا لابد احنا نتحول من الاغاثه للمشاريع اللي بتتكلم عنها دي، مشاريع تنمويه او مشاريع مستدامه. كم ده احنا يمكن ايه؟ انا فاكر من سنتين او اكثر كان في مؤتمر للقضيه السوريه في قطر. سالت سؤال واحد، قلت لهم يا اخوانا عندكم حاجه اسمها احتياط استراتيجي؟ لو وقفت الحرب دلوقتي تستطيعوا ان تخشوا تعملوا حاجه في سوريا؟ كله رفع ايده. ايه؟ 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 مش عارفين. يعني انت كل سنه طلع لك 3-4% او 5% حطهم على جنب. خدنا بيها فتوى من بعض المشايخ. بقولك والله ما فيش مشكله، ما يبقاش وقفي يبقى محبوس لانتهاء الايه؟ الازمه. ويصرف بعض انتهاء الازمه. فبالتالي في اماكن في الدوله اللي فيها صراعات مسلحه امنه اشتغل فيها. تهرب تبدا من اول يوم مع طلقه الرصاص او المدفع تعمل عمل تأهيلي وتنموي. ده معناه ايه؟ معناه انك تبني قدرات بناء المجتمع من الداخل عشان يبني الوطن بعد كده. ما استناش لما التلفزيون يمشي
والاعلام يمشي ها واقوم من النوم انا الاقي ما فيش فلوس ايه عند حد. في اماكن امنه نشتغل فيها، بس دلوقتي حاليا اصبح علينا فرض عين ان ايه نتكلم عن التنميه المستدامه ونشتغل فيها زي ما حضرتك ايه تفضلت وقلت الى اخره. واضح؟ دي بقى ارجع اقول تاني مره ثانيه، احنا ليه ما بننفتحش على الخارج؟ ها؟ لان احنا ما بنعملش حاجه غلط، لو احنا بقى بنعمل حاجه غلط مش هننفتح. هنشتغل في الضلمه كده. الامم المتحده مؤسسه هي المؤسسه العالميه الوحيده اللي موجوده في العالم. اتحاد اوروبي اقليمي على حسب قاره معينه، اتحاد افريقيا على حسب قاره معينه، اتحاد اسيوي على حسب قاره معينه، الجامعه العربيه على حسب مجموعه الدول العربيه الى اخره الى اخره. حتى الاو اي سي اللي هي منظمه التعاون الاسلامي اللي بس الدول الاسلاميه الاعضاء. اما 56 او 57. اما الامم المتحده ودي العالم كله. اخش فيها واغلب الناس اللي فيها بني ادمين زينا وزيكم. واغلب القرارات اللي بتقعد هناك بحيثيات القرار بتطلع ايه؟ الناس اللي بيطبخوا القرارات داخل الامم المتحده. في توجهات دول لكن في منافذ للمجتمع المدني قويه جدا داخل الامم المتحده او الاتحاد الاوروبي، والمؤسسات اللي عندكم مسجله في اوروبا من حقها تاخد دعم من الاتحاد الاوروبي. من حقها تاخد دعم، اتفضل اتفضل. ليه؟ لانهم بيدي بيدعم مؤسسات ايه؟ الاوروبيه اللي هي مسجله داخل اوروبا. واخدين بالكم؟ وكل واحد بيدعم ايه؟ المنطقه بتاعته. لذلك هذا الامر اللي هو الانخراط او انضمام المنابر الاقليميه والدوليه مهم مهم مهم. لو ما عملناهوش لابد نعمله ونعرف ابعاد العمل بتاعه بيمشي ازاي. في بس نقطه انا نسيت اقولها عشان بس ما حدش يجي يقول لي طب ما الامم المتحده بتجمع الزكاه وبتجمع الصدقات صح؟ في رمضان ده في ست قال لي انا كلمت بعض الناس فيهم قالوا عندنا 16 فتوى من 16 عالم. انا لازم اقولها كده على المدى دلوقتي، سمحوا لنا بجمع الزكاه من المسلمين. النقاش ده يا شباب بدا امتى؟ احنا بادئين في معركه الحرب على الارهاب لو جزء منه اللي هو تحويل الاموال احنا هنتكلم فيها النهارده دي، يمكن اكثر من 10 سنين. اكثر من 10 سنين يا اخوانا اللي انتوا بتضيقوا واسع وعشان كذا كذا الى اخره. طيب حللنا المشكله. فالمشايخ اللي قفلوا دول بدل ما يشوفوا مشاكل الجمعيات العربيه والاسلاميه في تحويل الاموال يقولوا طيب عارفين ان في مشكله عندهم حلوا لهم المشكله وبعدين يديكوا الفتوى. وما ادوا الفتوى الشرعيه ما اعتقدش ان فيها اي ايه اي شيء غلط. لكن الغلط ان الفتوى المجتمعيه اللي موجوده تقول ان الفتوى الشرعيه دي ده وقتها خاطئ او وقتها غير مناسب. لماذا؟ لان كل الجمعيات العربيه والاسلاميه عندها مشكله في تحويل الاموال. فانت ما تجيش تجيب مؤسسه عملاقه تكون بديل لمؤسسات زي مؤسستكم. لا هنخلي اسئله بعدين. فبننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان في فتوى صح طلعت او 16 فتوى او 20 فتوى او 30 فتوى او 40 فتوى مفيش مشكله من الناحيه الشرعيه، لكن الناحيه المجتمعيه خطا. لابد ان تستشير الجمعيات اللي هي لها عمل وعندها مشاكل قبل ان تصدر الفتوى الشرعيه. ده مثلا مرة ايه قلت انا كاتمها في قلبي من زمان لكن لازم تتقال علشان الناس كلهم موقف من موقف مش من مين مش من الامم المتحده من افتوا بهذه الفتاوى لانهم لم يعلموا ولم يريدوا ان يحلوا مشكله الجمعيات العربيه والاسلاميه اللي هي كل البنوك خانقاها علشان ما تحولش اموال هي اسمها اسلامي او جايه من الدوله الفلانيه او القضيه يعني اي حاجه فيها سوريا دلوقتي البنوك ما تحولهاش، اي حاجه فيها افغانستان البنوك ما تحولهاش، اي حاجه فيها مش عارف ايه العراق ما تحولها الى اخره وهكذا. فلذلك لابد نقول للمشايخ دول جزاكم الله خير بفقهكم الشرعي، لكن في فقه اخر مجتمع بيقول لك حذاري ان تصدر فتوى شرعيه
دون معرفة أبعاد هذه الفتوى على المجتمع في هذه المرحلة بالذات. وأنا لا ألوم من جمع المال قدر ما ألوم من أصدر الفتوى. نقطة أنا هفتح النقاش بعد شوية عشان هي طولت عليكم. الشباب والنساء مش ممثلين عندنا، يعني النهارده كام واحد؟ 4 7 8 12 16 1 من 16 يعني 6%. ورغم ان المرأة بتمثل 50% مجتمع. انت احنا نعتبرك شباب انت. وانت شيخ او شباب. يعني الشاب الصغير هم اتكلمنا في اول نقطة عن السوشيال ميديا. انا ما اعرفش سوشيال ميديا. اجيب حد من ولادي او كذا وكذا يساعدني. في توالي. يعني عشان انا ابتدي اغير البرنامج بتاعي بتاع التليفون بتاعي. قال له تعالى يا حسن تعالى يا عمر تك 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 تك. طبعا انا عندي الحسن وعندي عمر عشان نجمع ما بين الايه؟ الحسنيات. وعندي فاطمه. وعندي مريم. عي شريف. هنجيب عيشه بس. طبعا هنجيب مين تاني؟ هنجيب أم اسمها زينب. كانوا دلعوها لها زينب اسمها نفيسه برضك يعني قال لك بعد كده بقيت العيله خد بالك. فالشباب مهم جدا اللي احنا بنهمله اللي هو جزء كبير جدا منه بينتقى او بيستقطب من جامعاته والنساء طبعا الى اخره. الهكريه الداخليه دي خطيره جدا هحطها في الاخر عشان نحاول نختم بيها. لا ده في نقطتين تاني بعد كده. واللي انت بتتكلم بقى عليها اللي هو مش انت قلت لي الاول خالص يا اخي حضرتك ما شايفين لو انا هتكلم مش مظبوط ولا انا حاطط لهم بقول لهم هم مش انسانيين وملونين دول اسود ودول احمر وكذا 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 خلاص الناس مش بتتفرج عليك على اسماء. فلذلك احنا بنيجي نسجل اي جمعيه في اي مكان في العالم بنحط نرد الاسماء دي لبعض الجهات عشان نشوف ايه كيف صنفت هذه الاسماء. بالك العاطفه شيء والعمل مع المجتمع الدولي شيء ثاني. المجتمع الدولي ليه مناخات وثقافات وسياسات وفلسفات فكريه مختلفه. ومن اراد ان ينفذ للمجتمع الدولي لابد ان خلاص حط ناس حطوا منظومه معينه. انا ما كنتش فيها في يوم من الايام. لان لغايه 20 سنه فاتت كنا بنشتم، انا من الناس كنت بشتم من بعض الشباب اللي يقول لك يا عم انتوا خلاص انتوا بعتوا الدعوه، انتوا بعتوا الدين، انتوا بعتوا كذا، خلاص خلاص يعني انا كفرت الحمد لله. بقيت كافر انا دلوقتي. ردني على الاسلام. ها؟ ردني مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله. دخلت الإسلام دلوقتي؟ واخد بالك؟ فالمناظر وسط هذه الأشياء لابد نعرف ولابد الشخصيات الكبيرة دي تتنحى عمل الإنسان. تتنحى واستعمل اسم بدي قول له أنت خطر على عمل الإنسان. أنت خطر على عمل الإنسان. تنحى خلاص. جزاكم الله خير قمت الدور. انا شخصيا ما كانش ليا وجهه سياسيه معينه لكن بعد 25 سنه في الاغاثه تركت رغبه مني ان المؤسسه تمشي ومشي بقى ده احسن. لسه واخد جايزه من يومين بتاع ايه بتاع من هقول لكم عليها بعد كده. جايزه هي المؤسسه المسلمه الوحيده واحد عشر مؤسسات في العالم خدت الجايزه دي لسه من يومين ثلاثه قبل كده في الشباب الاغاثه الاسلاميه. واخد بالك كنت فيها زمان. لا كنت فيها زمان والله. فهمت انت اللي بتصورني؟ صورني وانا حاطط صباعي كده على فيسبوك واخد بالك؟ فلابد نقول الشيخ ده جزاكم الله. في شيخ من المشايخ قفل العمل في بلده على كل الجمعيات. على كل الجمعيات لانه قال خطبه عنتريه في دوله معينه، دوله مانحه خرب الدنيا كلها ومش مختلف ان هو اخطا. اقول له ايه ده؟ على راسك بضحك على راسك بضحك يا كل لبيب بالاشاره دي محمد. طيب خلاص جزاهم الله خير اللي مانع ده انت معوض. اما السفاره بتاعتك جزاهم الله خير طز فيهم بكل اللي عمل في المنطقه دي خاصه مع المجامع دي. الناس بيصوتوا دلوقتي بيلفوا العالم كله عشان يجيبوا ربع اللي كان يمنحوا لهم هذه المؤسسه. فدول يعني نحترمهم ونوقرهم ونقول لهم اشتغلوا انتوا في مجال غير مجال الانسان. هذه المعايير الانسانيه قلت فيها انا محاضر عندكم في لبنان السنه دي مش كده والله مش فاكر. واخد بالك اللي هي الحياديه والشفافيه
والاستقلالية واللي كذا واللي كذا. مش احنا قاعدين في جلسة ها؟ دي سبعة مبادئ. في جلسة ناخد قرار وفي ناس قاعدين في غرفة تانية هم أصحاب القرار. ريحنا يا هم. ده في الشفافية والحيادية والاستقلالية. فمعامل اللي هو تأسيس العمل الإنساني لأن أصبح كل شيء دلوقتي معروف ومش شاف وعلى عينك كذلك. مش كده يا بطل؟ ده كده خلصت ولا ايه؟ لا والله خلاص. طيب يبقى احنا بس نلخص الكلام ده كله. لو احنا في مع في شيء في شيء آني سوشيال ميديا من اليوم نعملها استراتيجيه ونشتغل فيها وبعدين نخش في النقط اللي هتاخد شهر وشهرين وست اشهر الى اخره الى اخره الى اخره. انا كم الساعه كام دلوقتي يا فادي؟ 10 بس. يعني استناها الساعه 25 دقيقه. إذا الناس لا تسأل أسئلة. لا لا على الجلسة. أيوة الجلسة 25 دقيقة. مش ناس لنا، أنا ممكن أتكلم لبكرة. أنا عارف. أغني من أم كلثوم ها. دي الوصلة الأولى يا ست. ناخد استراحة والوصلة الثانية جاية. خلاص اللي عايز إيه يسأل يسأل وعايز يتكلم يتكلم. الكلام مباح. أنت حامي كده شوية، أنا خايف من السيد السيد البدوي، خلي بالك. أنا إذا كان السيد البدوي شيعي فأنا شيعي. لا بس يعني النقطة اللي الفتاوى ال 16 عالم أخذوها معانا الدكتور عبد الناصر هو راجل متخصص أكيد دكتور. أنا أعتقد إنها خطأ يعني أموال الذكاء. لا أتعرف ليه؟ لأن أنا لست فقيها في الفقه الشرعي لا أستطيع أن أفتي لا أستطيع أن أفتي فتوى شرعية. كان الفرد ممكن اموال الزكاه ممكن الصدقات ممكن الله اعلم يعني ما لا افتي ولكن يعني بفكر ان المسلم مقارن ده لا هو مش 16 عالم هو 16 فتوى 16 فتوى يا ابن ده ممكن ما اعرفش كم عالم ممكن اكثر من 16 فحته تسليم اموال الزكاه لجهه غير من الجهه مش عارف هو في معلومه هو شوف اللي انا بتكلم فيه ايه اللي انا بتكلم فيه يمكن الكلام ده انا كنت مدعو في تونس من سنتين اللي هو جلوبال سوشيال فورم اللي هي المنتدى الاجتماعي العالمي. فاتكلمت في حاجه زي كده وطلعت حاجه اعوذ بالله مش عايز يمني يعني مش انا طلعتها طلعت حاجه من مكان ما من مخ ما او مخيخ ما اسمها الفقه المجتمعي. الفقه المجتمعي ده معناه ان كل واحد فينا متخصص في الزاويه بتاعته في المجتمع. يستطيع ان يفتي فيه. لان تفتكر انت مثلا كان دايما يقول لك في الدساتير الفقيه بتاع الدستور اسمه السنهوري رحمه الله عليه في مصر. لو احنا احتاجنا في الفقه المجتمعي ده لفتوى شرعيه ممكن نرجع لمرجعيه شرعيه. لكن الاصل في الفتوى المجتمعيه هي من المتخصص في هذا العمل في المجتمع. بالك؟ المتخصص في العمل ده المجتمع هو اللي يتكلم فيه. لو احتاج المتخصصين دول في مجال ما في الطب في الزراعه في العمل الانساني في العمل السياسي فتوى شرعيه يبقى في مرجعيه شرعيه والعكس غير صحيح. اتفضل. دكتور لما احنا بنحكي على مشكله تحويل الاموال في المناطق اللي فيها نزاع خلينا نطلع شويه على المناطق اللي فيها نزوح وليس فيها نزاع ايضا المشكله كثير كبيره. هل هذا موضوع السياسات الماليه اللي هي عم تنحط بهالايام اللي هو التضييق على الجمعيات الداخليه هل هي بدور السياسات استراتيجية لتدمير هذه المجتمعات مثل ما بنشوفها عادة بالإعلام أو يقال أنه يجب تقسيم العراق وتقسيم غزة والفوضى الخلاقة وإلى ما هنالك؟ ليش هالحرب الكبيرة على موضوع المساعدات؟ وليش تدمير المجتمع والعمل على إضعاف النازحين؟ يعني من الناحية الأخلاقية والتعليمية والحرمان من كل الأمور حتى يوصل لمرحلة الانفجار الأخيرة، بلشنا عم نشوف بوادر هذه الأزمة. طيب حضرتك بتتكلم على الكلام الأخلاقي. في عالم تنازل عن القضية الأخلاقية. أو القضية القيمية. العالم حاليا بيحارب شيء اسمه إرهاب. لم يوضع له تعريف إلى الآن. أنا لذلك أنا بقول لك إيه، قول لي إيه هو الإرهاب؟ علشان أقول أنا مش إرهابي. الى اخره. فانت ذهبت العالم عالم بيحاط بسياج اسمه اسلاموفوبيا. بالك الكل بيخاف من بعض المسلمين اللي بيخرجوا يعملوا اعمال غير كريمه ليس لها علاقه او صله بالاسلام. ففي ناس بنت مؤسسات قويه
صح؟ استطاعت هذه المؤسسة كانت إعلامية أو بحثية أو فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو أي حاجة سينما كذا 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 أنها تنشئ مناخ معين. أصحاب القضية ما عندهمش مؤسسات عشان نتكلم بس نكون منصفين. أصحاب القضية ما عندهمش مؤسسات تضاهي المؤسسات الأخرى صاحبة الفكر الأخر. أصحاب القضية عايشين في دول هي أصلاً بتحارب المجتمع المدني وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني. بعدك فأصبحت هي تكمم أفواه المجتمع المدني. فلأن أنت ليس لك صوت بتوصل للمرحلة اللي أنت بتتكلم عنها حالياً دلوقتي وكل كذا وكذا 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 وكذا. في العمل الإنساني أنا لا أريد أن أنساق وراء التحليلات السياسية أفهمها لكن لا أنساق وراءها. أفهمها لكن لا أعلق عليها في الصفحة بتاعتي. أعمل عنتر وعبلة وما ينفعش. لماذا؟ لأن في قوانين جاية طالعة حاليا من بعض الدول أصبحت مقننة لمراقبة أي حد بيكتب أي شيء ها على الصفحة بتاعته خاصة إن انتمى لجمعية ما. يقول لك الجمعية ده فكرها لأن ده مثلا رئيسها كتب كذا أو ما أو مديرها كتب كذا أو موظفيها كتبوا كذا. فأصبحت إن كان ضربت المصدر ده أكثر من مرة إن بنتي لما كان مشرف الأمم المتحدة في مصر كانت ماسكة الملف السوري مع الزمالك مش مايالي بس يعني كان شغال على الملف السوري. أول شيء قالوا لها ممنوع تنزلي في المظاهرات ممنوع يكون لك أي رأي سياسي سواء كان على إيه ده سياسة المؤسسة علشان ما تخشش في متاهة. احنا بقى كلنا وكل واحد فينا عندنا 50 موظف كل واحد فينا ايه رأي وده اللي بيفصل. فين السياسه الموحده اللي على اساسها الناس هتتحاسب والله ده البوليسي بتاعتي وده رايي الاساسي وعلى هذا الاساس كل موظف عندي بيلتزم بهذه الايه المعايير الانسانيه او المعايير القيميه او المعايير الاجتماعيه. فازاي خلي بالك احنا مش كل شويه هنيجي على الاخرين ونجلدهم. لا انا قلت ان انا اخش على نفسي واشوف انا عملت ايه والصور اللي انا بحطها عندي والكلام اللي انا بقوله والشركاء بتوعي الى اخره. بس ابداوا الاندماج دي خطيره. احنا في بريطانيا حاليا وانا بتكلم معاكم بنفكر في دمج مؤسسه او اتنين مع بعض. واحنا فين؟ واحنا عندنا ارض مستقره ودوله مستقره وكذا وكذا. ليه؟ لان مفيش فلوس ولازم عنتر ده يبقى في كل حته. وجايبين كونسلتنت عشان نشوفوا الدم ده هينفع ولا مش هينفع. انتوا هنا هو لان الامر اكتر شده او ضراوه واصبح فرق. لا لابد ان انا نفكر في الاندماج اذا كان اتحادات أو جمعية. مش هعمل 7-8 اتحادات وكل اتحاد عامل لي فيها مش عارف أنا عندي 70 جمعية عندي 100 جمعية عندي 200 جمعية وبعدين الأوت كام إيه؟ النهاية إيه؟ الأثر إيه؟ الأثر هو سحب المال اللي هو الطفل اليتيم دي أو الأرملة أو اللي كذا ده الأثر على ده. يقول لك أه وبعدين العمل الإنساني مش أكل وشرب. جزء منه الأكل والشرب. السوريين دلوقتي طهقوا وزهقوا لان في بعض التجار قالوا لي انا خلاص زهقت من ان انا بطلع فلوس كل سنه للاغاثه اعملوا لي اي حاجه ثانيه. بعد 5 سنين خلاص هيطلع الامتى؟ فلذلك ده اللي احنا بنتكلم عنه عشان نغير الفكر بتاع المهني ده. اتفضل. اخوكم عبد الباسط عابد. عبد الباسط صبر. انت مت من 20 سنه. الله يرحمه. الدنيا ولا من جمعيه حياه يورو. استعرض الدكتور نقطة الانضمام إلى المنابر الدولية والإقليمية. ممكن تعطينا بعض البوابات اللي احنا كمؤسسات من خلال كل هيك منظمات أو دولية أو إقليمية في المنطقة؟ المؤسسة الأكثر مؤسسة متاحة لكل الجامعات هي الأمم المتحدة. هي مجلس الاقتصادي الاستشاري للجامعات غير الحكومية اللي بيسمح بدخول مثل هذه المؤسسات للمجلس. احنا خدنا عضويته كأغاثة إسلامية في 1993. خد بالك يعني من كام من يعني شوف شوف انا بتكلم عاوز ان انا مش قديم من كلمة 25 سنة انا بس هسحب كلمة انا دي
ان انا مريض مريض بالألم. نحن هذا نحن الكبير وانا نحن الصغير ونحن متنحنحين جميعا من 25 سنة. بس فكرنا فيها قبلها بسنتين ثلاثة. انت بتتكلم من 28 سنة واخد بالك؟ انت فكرت تخش المجتمع الدولي واصبح ليك حيثية دلوقتي. كان ساعتها الدنيا ربيع بابية مش كده برضك؟ كان كنا مؤمنين بأغاني فريد الأطرش وسعاد حسني مع بعض عشان كلمة ربيع واخد بالك؟ وما زعلش انت عم بتاع السيد بدر واخد بالك؟ وما نتكلم حاجة زي كده هو انت بتفكر للمستقبل. هنا بنرجع نتكلم عن ايه؟ عن الرؤية واخد بالك؟ وعن الرسالة بتاعتك وعن القيم وعن المبادئ بتاعتك في المؤسسة. انت كل شوية هتعمل لي رؤية؟ احنا لما بدأنا نفكر في دخول الأمم المتحدة كان الكلام ده في سجلنا ده اشتغلنا في 84 وكنا في 88 بنفكر نخش الأمم المتحدة. يعني احنا لسه بنحمل لأن أعتقد هي مجرد خطوة أولى في مسيرة ليس لها نهاية. فدخلتها في 93. في بعض الجمعيات اللي أنا أعرفها حاليا من بعض الدول أحد الدول كل ما قدمه أحد الدول الإسلامية كل ما يقدموا يوقف لهم الطلب بتاعهم. لان في الجلسات دي كلها لابد ان كل الاعضاء اللي موجودين يوافقوا. كلهم لازم يوافقوا. الامم المتحده مؤسسه دول. كلهم يوافقوا الاعضاء. واخد بالك؟ فلذلك انت تشوف ايه وبعدين الناس بقى بتشوف يعني لما جينا قدمنا واخد بالك يعني كان الامر لسه هادي. لكن مع ذلك جابوا كل الاوراق وكل المستندات والميزانيات وكذا وكذا وكذا. وقضينا اسبوع غير عادي في نيويورك الى ان ربنا كان ساعتها قايل البوسنه كنا متبرعين. كنا ارسلنا للامم المتحده تبرع 300 طن. سنه كام يا رجاله؟ 93. اللي فسق فسق واللي شتم شتم واللي قال لي انت نزلت. يعني في واحد جه البيت من كام اسبوع وقال لي انت نزلت عن جزء من مبادئك الايه؟ ما رضاش يقول بس الشرعيه يعني. تقول ايه يعني عشان ايه؟ عشان يعني لا ده دلوقتي من اسبوعين. ايه اللي حصل؟ بالعكس ده زمان كنت ما اتكلمش دلوقتي بعور. بس بعور بابتسامه بحضن بزومبه ببوسه ببوسه ايوه بوسه وهكذا. لكن هو يفهم الكلام اللي انا بقوله اللي بيعور ده بقى اشد من ايه؟ من زمان. فلذلك الامم المتحده نمره واحد مجلس الاستشاري الاقتصادي عندك انت يا فادي ممكن فادي يساعدكم فيه. لو انت مؤسسه في اوروبا مسجل في اوروبا تخش في حاجه اسمها الايكو بتاعت الاتحاد الاوروبي لكل المنح الرئاسيه موجوده فيها في الاتحاد الاوروبي. لو انت في امريكا في حاجه اسمها اليو اس اي اي دي. لو انت في كندا كل دوله من الدول دي عندها وزاره للدعم الخارجي. يعني في كندا اسمها سيدا، في السويد اسمها سيدا، في المانيا اسمها جي اي زد، في بريطانيا اسمها ديفيد الى اخره، في امريكا اسمها يو اس اي اي دي وهكذا. لو انت في افريقيا خش في الاتحاد الافريقي في حاجه اسمها ايجاد. الاتحاد الافريقي هتلاقي في الاتحاد الاسيوي في برضك وهكذا. فالامور دي كلها بتعملها احنا في 2000 و من اول 2002 بدانا نفكر ان احنا نعمل كتاب اب كل الحاجات بتاع العلاقات الخارجيه كرئيس للاغاثه. لكن قلنا لا مش هينفع الرئيس يبقى يعمل كل حاجه. عملنا انشانا في 2004 حاجه اسمها وحده العلاقات الدوليه. ها؟ كان مسؤولها في لندن لكن كان ليها مكتب في سويسرا عشان كل المؤسسات الامم المتحده ومكتب ايضا في لندن ومكتب في بروكسل عشان الاتحاد الاوروبي. تعرفوا احنا سجلنا في الاتحاد الاوروبي امتى يا رجاله؟ قولوا امتى؟ امتى يا رجاله؟ امتى يا رجاله؟ امتى يا منز؟ انجليزي يا منز؟ طب بالك؟ لا الاتحاد الاوروبي سجلنا فيه بعتنا التسجيل يمكن 2000 ومراسلات الى اخره الى اخره. فانا بقدر الله في سبتمبر 2001 قبل الاحداث ما تحصل قمت رافع سماعه التليفون وقمت متخانق معاهم لانهم بعتوا لنا قالوا احنا لسه بننزل في الاوراق.
ومكالمة كانت عنيفة جدا، عنيفة يعني ما تنزلش على مبادئي ولا أخلاقياتي. طخ 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 26 أو 27 سبتمبر 2001 جت الموافقة. بالأمر الطبيعي والحدث العالمي اللي حدث في أمريكا في سبتمبر ده كان ممكن يقول لك لا استنى شوية أما نشوف هيحصل إيه، ده بس هم درسوا ملفك قبلها بسنة، لذلك أعطوك الرخصة 26 27 سبتمبر 2001، وبعد كده مدينا عقد الشراكة في إبريل 2002. بناء الشراكات دي بتاخد وقت، زي ما انا قلت مش صورة أو محاضرة يجي يتكلم عندك في المحاضرة إلى آخره. في ناس لا بس إذا حدا يعني حاب يستفيد منك أو يسأل وأنا عندي نقطة طب بس هم يتكلموا لا طبعا يلا شباب الحمد لله زادت نسبة النساء إلى 12%. إذا فينا بس نستفيد من وقتنا معلش نلف على اليمين هيك نمشي لحالنا جاهز أنا بس شو اللي في سؤال دكتور ذكر انه من ضمن الاستراتيجيات انه هو تحويل المشاريع الاغاثيه الى مشاريع تنميه مستدامه. يعني الكلام جميل لكن في الواقع ما شاهدناه على ارض الواقع بشكل جدي، يعني الى الان الناس عم تذهب الى الاغاثه، الى الان اغاثه، يعني عم تحكي عن 70 75 80% كله اغاثه اغاثه اغاثه. عندنا الاغاثه يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني فالى متى هذا الكلام؟ يعني الى متى سوف نبقى في الاغاثه؟ يعني انت ليش ما يكون انا في عندي خطه، انا في عندي مجتمع خلال 5 سنين دخلوا هيك انا لا بدي ازيد من الدخل تبعه، نسبه المتعلمين في هيك لا لازم نسبه المتعلمين يعني هو ده هو يمكن ده كان حديث يعني شيء مؤلم يعني بعد 7 سنين بين سوريا الى الان التعليم نسبه كبيره من الطلاب خارج نطاق التعليم سواء كان في تركيا او في الاردن او في لبنان او حتى في سوريا. وللاسف الكلام ده احنا بدأناه من اكثر من سنتين مع المؤسسة السورية ولم يستمع إلينا أحد، لأنهم كان وراء رونق المال وجاه المال كانوا بيجروا. أنا مش هضحك بقول لك أنا بقول لك أنا تعبان ليه؟ لأن الكلام ده إحنا قلنا من سنتين يا إخوانا أو من عارفين آخر 14 أو آخر 15 لدرجة لما عملنا إحنا أول مؤتمر بالسوريين في مصر كان في ديسمبر 2011 مع منظمة التعاون الإسلامي ومع الأمم المتحدة. الثاني كان في الجامعة العربية في مارس 2012. واحد من الشباب جاب لي قال لي بقى كم شهر كده والمقضية واحدة بصيت له كده قلت له إيه؟ قال لي خلاص قلت له إيه؟ قلت له أنت القضية لن تحل إلا سياسي. قابلت الشخص ده في جدة من شهر اللي فات فجيت أسلم عليه قلت له إيه فكرة أنت قايل لك؟ فالأمر لابد وانت يعني الفكر الجديد اللي احنا عايزين نحطه ايه؟ وده اللي انا زي ما بقول للاتحادات الاتحادات اتحدوا مع بعض وارغموا المتبرع انه يطلع جزء من المال الاغاثي ده للتنميه من اول يوم. ده كل احنا المشكله فينا حضرتك اسمك ايه؟ انس مراد. ها؟ انس مراد. المشكله ان انا جاري ورا المال عشان عايز احقق مشاريع وماشي مجمعيتي مش ببص للرؤيه الاستراتيجيه ان انا اقول المتبرع ده بقى كفايه. وكسبت ده كفايه بقى التعذيب والشقه ودموع في فراق ودموع في روح كمل كفايه بقى مش راضيين يا هم يعني انت بتشتكي واللي مش راضي يخش في المنظومه دي عشان يجبر المتبرع هي الجمعيه نفسها ما بده مش عايزه. فده وظيفه الاتحادات اللي نتكلم عنها دلوقتي لابد ان تراجع نفسها وادارها وكل واحد عامل اتحاد 60 70 جمعيه وخلاص عشان الجمعية الفكرية كده ولا كده ولا كده ولا كده ما ينفعش نقعد نشوف احنا هنعمل ايه لوطننا. ولو استلزم ان احنا عايزين اتحاد واحد او اتنين كفايه ونقفل الباقي. لو استلزم ان احنا 4000 جمعيه مش هيهمنا 500 بس نقفل الباقي. لان انت بتبني وطن. انت بتتكلم على مشاعر البني ادمين مش حجاره. بلد ها فالبني ادمين دول انت بتتكلم عنها انك لابد يكون لك وقفه اولا مع نفسك انت كجمعيه. هل جمع المال مهم ولا اننا نروح نقول يا اخوانا لا ده مش ده غلط عايز نقول للمتبرع ده ادينا على ربع الفلوس ده للتنميه 10% للتنميه اي حاجه بس لكن كله كده ما ينفعش. السنه اللي فاتت في اتحاد المنظمات المجتمع المدني فاكره
من سنة عملت لهم محاضرة بتاعت الفورمولا اللي نكتبها معادلة هي 66% و 33% ده من آية من سنة يعني قلت المحاضرة هنا في مش عارف مش فاكر يعني سنة يعني تقريبا لكن ده قبل كده كنت بعمل التعليم في سوريا ما ينفعش يكون تعليم تقليد هنطم وصرخ واعمل زي اولول بقى زي ما ينفعش التعليم التقليدي ده عايز دولة مستقرة ده بتعمل تعليم مرحلي عشان ال 2-3 مليون شقة طفل دول اللي كذا ما يطلعوش حد ياخدهم تاني يطلعوا عندهم اصحاب حرفة ها ست اشهر يساعد امه الارمله يعني انت عايز شارع غلط؟ لا بس المهنه اللي هياخد فيها ينزل في السوق فلابد صاحب الجمعيه يعرف ان المجتمع محتاج لحرفه واخد بالك معايا يا اخي فاضل؟ ايوه معاك يعني صار الناس كتير كانوا عم بهذا الكلام والمخ مسكر يعني يعني غزه محاصره من 11 سنه نسبه الامنيه فيها 1% يعني انا اتكلم عن شيء مطبق يعني مو شيء خيالي يعني هو المشكله يا اخ انس مش في المانع قدر ما هو فيا انا كجمعيه انا كجمعيه لو قعدت مع 5-10 جمعيات او 20 اتحاد وقعدت قلت لا المجتمع هيرجع لان المانع هيطلع فلوس عشان يرجع يعمل لبلده ايه؟ شفت انا عملت كذا دي مش هتنفع الا لما تقول له ايه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا يمكن انا لو كنت متاخر شارك بالنسبه للتعليم انا ك في سوريا كنت مدير ثانوي وهون كمان استلمت اداره وبعدين اشتغلت على ايتام التعليم بشكل طبيعي للاسف هون رجعنا لورا بدل ما نتحسن نتقدم رجعنا جدا لورا وانا هلا بشتغل على ايتام بشتغل على الاطفال بالذات على التعليم للأسف في نسبة كبيرة موجودة في اسطنبول هي غادة عنتاب رحت على أنطاكيا خارج التعليم فقط خاصة الأيتام لإعادة أهاليهم يعني أنا من برمضان كان عندي فطور لأطفال أيتام معاقين ببرجلة في طفل عمره 12 سنة هو الوحيد الغير معاق بالعيلة يعني يشتغل مشان 500 ليرة بالشهر طيب هدول وين الجمعيات وين الناس جزاك الله خير. عبد الرحمن والأخ معتصم أعتقد طيب دكتور عبد الرحمن ثاني يا عبد الرحمن وكنا مع بعض عبد الرحمن امبارح عبد الرحمن طبعا دكتور كل البرامج التنميه وكل المحطه الغسيل اذا ما تم تحويل فنحن واقعين بازمه اذا ما تم تحويل المال سؤالات هل موضوع قرار عدم التحويل الى مؤسسات معينه في بلدان معينه يتم عن طريق البنك المركزي الامريكي ولا عن طريق كيف عم يتم لانه عم مو عبر الازمات ثانيا التبرع والله نحن حاولنا نعمله بلبنان ولكن كان جواب البنك انه بيتخوف انه بيتمول الارهاب بيقول لك انا ما بعرف المصاري من وين عم تجي يمكن اي شخص يطيب يجي اي شخص يحط المصاري فلما اذا كنت تعمل اي حضوري بده يكون في ام ايو موقعه المصدر معروف منان الهدف معروف منان المشروع وكيفيه الصرف اما التبرع اونلاين بيقول لك انا ما بعرف كيف حيجي المال وما بعتقدوا يمكن لشيء صغير او بارت معين يكون شيء حلو المشاريع الكبيره لو بتكون غطيه او لايف طيب السؤال الاولاني بعد 11 سبتمبر اسمها التجربه بامريكا اسمها بالعربي الخزينه الخزانه الامريكيه طلعت سياسات خلت رؤساء البنوك في العالم يعني ايه عندهم تبول غير من كميه المليارات انت انشغل تبول غير فقالك فاصبح ينفخ مش في الايس كريم مش في الزبادي في الايس كريم يقول لك الايس كريم ده ايه حرب بلك فذلك البنك بيعمل ايه البنك خايف اي دوله من الدول دي تاخده وتدفعه غرامه مليار او 2 او 10 زي ما بعض الايه البنوك دفعوا قبل كده فتروح انت للتجربه في امريكا يقول لك مالناش دعوه للبنك فاصبحت مسؤوليه التحويل على مين على اللي بيمضي على طلب التحويل لو دي البنك نفسه يعني فتحنا مثلا للصومال جمعيه في 2011
هاي 3 ايام مع شهادتكم ماشي. رحنا البنك، البنك لا متخانق مع البنك، قلت له الحكومه عملت كذا وكذا وكذا، بقى عملنا ان كلمه الصومال عند البنك خط احمر، كلمه سوري عند البنك خط احمر الى اخره. فده بالنسبه لايه للسؤال الاول. السؤال الثاني، كونك انت في لبنان البنك بتاعك اصلا مرعوب، براحتك في بنك ثاني فمش هكون مرعوب. كونك انت اسمك معين، صلى على النبي اللي بيروح اسمه، ورئيسك معين ورئيستك معينه وكلها بطيخ في حطيخ ومش عارف ايه، في حاجه اخر بطيخ اسمه حطيخ، فطبعا البنك عارفه لان انت في انت مثلا في تركيا وعارفك ان انت العامل فيها حتى فيها مصاعي اسمها ذكيه الارهابيه عارفها بتاعت مش عارف والله اسم البطل يعني. المهم هو عارفك فبيديك دي ليه؟ لان هو عارفك. لكن تخش على الصليب الاحمر اللي عندك مفيش، لو عمل اونلاين دونيشن هيروح. لسه الاونلاين دونيشن في الكويت بتاع الدايركت ايد تعرف عمل لمه كام في اخر ثلاث اربع ايام في رمضان؟ اللي هي العون المباشر اللي كان قبل كده علاج المسلمين، لموا الصومال الابار ولموا قبل كده بعض المدارس والمساجد، عشان 3 مليون ونص دينار يعني 11 مليون دولار. ما شاء الله. دي في الكويت؟ ايه الاونلاين محصور في الداخلي. وكمان ده داخلي. يعني ما بقدر انا من هون اتبرع لهم. كمان ده داخلي. إذا كانت الفيزا ما دولية. وفي فيزا الخليج ما أخذ بيت الزكاة بس مؤسستين أخذين يعني تركيا تقدر تاخذها بس محلية. واخد بالك بغض النظر واخد بالك، بس عشان تقعد في تركيا والناس تتبرع لك كنت أصلا وجهتك تركيا والناس عارفاك. فذاك اللي هو في لبنان أنا فاهم، فهمت الكلام عن أي جمعية والناس عارفينك ومش أنت شخصيا يعني، الناس عارفينك في لبنان. وانت كذا وانت كذا وانت كذا وحضرت فلان وحضرت فلان وحضرت علان فصاحب البنك بيكون خايف منك اصلا بس بيقول لك بادب. بس كان في تعقيد بسيط، سبب انكماش كثير للمؤسسات السوريه بالذات بخصوص الانضمام للمنابر والمحافل الدوليه، لان هذه المنابر والمحافل اصلا تتبع الحكومات هي ضد القضيه السوريه بالاساس، فكيف بدي اوفق انا بين دخولي لهي المنابر وبين او المحافل وبين انه هي رح تخدم قضيتي بالاصل. انا وصل السؤال؟ وصل. انا ماليش دعوه بالقضيه السياسيه. اول ما قلت الكلام ده. واخد بالك؟ انا في بعض المسؤولين من بعض الدول اعترضوا على وجودي في مؤتمر ما. كنا احنا وانا شخصيا من احد الناس اللي اجبروا هذه المؤسسه الدوليه بعملها انها تاخد كل المخرجات اللي طلعناها من حيثيات المؤتمر. يعني بس السؤال برأي حضرتك انه احنا ما حولنا الادوات لخدمه قضيتهم، دخلنا لنا العمليه مش قضيه او قضيه، العمليه ان انا عندي رؤيه. في الرؤيه دي انا بنفذ لهذا الامر عشان ممكن اخفف من سموم الراي الاخر. المؤتمر يقول لك اقدم ازاي؟ هقول له ايه؟ خدت بالك؟ فذلك لابد 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 وصل ولابد وصل لابد وصل اسمه لابد لابد محمد عبد الواحد واخد بالك؟ لابد تخش ادخلوا عليهم بقى، فإن دخلتموه فإنكم إن شاء الله غالبون خلص. بس آخر شيء على مختصر سريع، كان عندي تعليقين اسم حازم أبو حازم مرة واحدة إن شاء الله. التعليق الأول بالنسبة لموضوع يعني الالتزام بالسياسة الجمعية في منابر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا عم نحكي في عمل في دول الحرية عنوان مهم لعمل الأفراد والمؤسسات، وهذا أنا يعني تحول في بعض المؤسسات المدنية وكأنه عم بيشتغل واحد في حزب سياسي وعمل يعني في نظام الداخل للمؤسسة في استراتيجية تبع المؤسسة متفقين عليها، ولكن هذا يعني انا عندي هيك تحفظ عليه انه ممكن يفوت في باب مصادره الراي. الموضوع الثاني موضوع الاندماج، انا بتوقع كمان احنا في موضوع الثوره السوريه او الصراع
الصراع في سوريا والأزمة للإنسان السوري، نحن ما زلنا للأسف في مرحلة عكس الاندماج. المؤسسات ما زالت تتفرع من المؤسسات، صار في اختلاف صغير في المؤسسة يخرج مدير أو موظف ويؤسس مؤسسة جديدة. التجربة في بريطانيا الآن، أنتوا بعد يمكن 25 سنة بدأتوا تبحثوا عن الاندماج. لا بعد 10 سنين بعدين لا أساس. للأسف في سوريا ما زال يعني عم تتفرع مؤسسات، يمكن 2000 يصيروا 10,000 في تركيا لوحدها. خلصت. هو أنا النقطة تبعي هي ممكن الاتفاق مع مؤسسات ليس ضد طابع سياسي، نعرف في مؤسسات هي يعني في خلفية في لون سياسي خلفها في جهة إن كانت سياسية أو حزبية أو دعوية. هو بالنسبة للنقطة الأولانية، مش معنى في مناخ الحرية إنك تقول أي حاجة. مش في أوروبا في مناخ الحرية وأمريكا ما يقولش أي حاجة. أنت طالما دخلت في مؤسسة أنت ملتزم بسياستها، وإلا مع السلامة. مشكلة في المؤسسات بتاعتنا إحنا إنها ما عندهاش بوصلة توجهك بيها. طب بالك، وده حصل في أحد المؤسسات دون ذكر أسمها. كنت كلمتهم من سنتين ثلاثة على بعض الموظفين اللي عندها. من عمل في العمل الإنساني لابد أن يفهم السياسة شيء، لكن يكون له توجه سياسي شيء ثاني. في مصطلحات بتستعملها، في ما بتستعملش كلمة كذا، بتستعمل كلمة كذا. لذلك بقول لك ارجع للي هو معايير الإنسانية اللي حطيتها في السلم الأحمر، اللي احنا نختلف معاها أو معاها في أي شيء. النقطة الثانية اللي أنت قلتها فيها إيه؟ الاندماج. الاندماج أنا بتكلم عليه ليه؟ شوف أنا مش بقول لك أنا جايب لك قرآن عشان تاخده يا هتكفر يا هتسلم، لا، أنا بقول لك هكذا العالم. أردت أن تلتزم بيه أنت حر. يعني كنت في أنطاكيا السنة دي بتكلم، فحصل ثورة كده وأخت قالت في بعض الجماعات المسلحة اللي كذا كذا، طلعوا عليك أنا هيذبحوك. قلت لهم خلاص أخت اعتذر. خلاص الحدود. وحطيت لهم بعض النقاط ده، لا ما ينفعش إحنا عندنا كذا. قلت له بقول لك إيه؟ العالم اللي أنت عايش فيه ده مش هو كل العالم. العالم اللي بره يختلف عن عالمك أنت. اخرج وشوف الناس عايشة ازاي وبتفكر ازاي وبتقرر في سياسة دولتك ازاي. نرجع النقطة بتاعت حضرتك، حينما يقرر في سياسة معينة لابد ان تكون جزء من المطبخ مش جزء من الحضور. مش هنكون احنا دوائر هي مشكلة. لا ما انت محمد الاغاثة الاسلامية لما دخلت 92 او 93 كنا ناس كده دلوقتي عدد كبر وهيكبر يا اخي فاضل. مفيش مجتمع بينمو من عشيه وضحاها. الرسول صلى الله عليه وسلم خد 23 سنه، سيدنا يوسف خد 15 سنه، دول معيدين من السماء. سيدنا موسى عشان يخرج بني اسرائيل خد كام سنه؟ كان 20 او 30 سنه عشان يخرج، بعدين ايه؟ سابوه وعبدوا العجل. دول انبياء. سيدنا اسمه كده ايوب 18 سنه صبر عشان ربنا يشفيه ويرجع له صحته مره ثانيه. فلما ننظر للمثل انت بتاع مجتمع. انا بس هو اللطم الحرام مش كده؟ المجتمع لا يبنى بقرار ولا يبنى بين عشيه وضحاها ولا يبنى بفصيل واحد ابدا. انا كنت لسه مع المصريين من كام يوم، انتوا عارفين ان في مصر في ملحدين؟ لما هتيجي تكون مجتمع دول الملحدين دول ايه؟ ليهم دور. انت لازم على حسب كميتهم قد ايه او وجودهم قد ايه او لازم هتستشيرهم لانهم جزء من ايه؟ من المجتمع. لابد اللي زينا بيشتغل في عمل انساني والمجتمعي يعرف كافه المكونات المجتمعيه اللي موجوده عشان يساعد يتعامل معها. انا خلاص الله يجزيك الخير يا عبد الله. اروح يعني؟ لا لا. يا الله يجزيك الخير دكتور، يعطيك الف عافيه. طبعا الكلام مع الدكتور يعني لو واحد بس جلس وسمع من خبرته ممكن يقعد 24 ساعه ما ينام. انا مثل ما بقول اذا حضر الماء بطل التيمم. بس بدي اقول لكم على مساله لما ذكر الدكتور انه نحن نفهم السياسه لا نتدخل بالسياسه. المساله
انك المؤسسات والجمعيات كلها عندها صفحات تواصل اجتماعي، عندها صفحات ويب سايت. لما انت بدك تروح تتعامل مع اي مؤسسه سواء محليه او خارجيه، هي بتجي بتاخذ ما يسمى عندك بحث وتحري. البحث التحري بيصير بمؤسسات عالميه، تمام؟ كيف؟ بانه هالمؤسسه العالميه بتعمل سكان للويب سايت تبعيتك وبعدين بتشيلك، فبالتالي انت دخلت المنطقه الحمراء او السوداء شئت ام ابيت. فبالتالي اهتمامنا بانه نحن شو بنحط على صفحات الويب سايت او التواصل الاجتماعي مهم جدا، انك تكون بعيد عن السياسه، تكون شفاف، تكون غير متصل بحدا. انا يمكن حدا مني سمع هالكلام من قبل، بس برجع بقوله، انا شفت صفحات، انا شخص شفت صفحات لجمعيات هون موجوده بتركيا ما ممكن انه يقبل فيها عند المؤسسات العالميه الخارجيه. المؤسسات الخارجيه لما عم تعمل سكان مسح لصفحتك، ما عم تعمل سكان انا انسان روبوت. الروبوت ما بيفهم شيء، بيفهم حاطين له برنامج كلمه كذا كلمه كذا، شالك من هون حطك على اللائحه السوداء، انت صرت على اللائحه السوداء. فانا هذه ارجو انه تكون نصيحه. المساله الثانيه، الاخ سال عن المنصات الدوليه. في المؤسسه الدوليه للهلال والصليب الاحمر الدولي، انك انت ممكن تمضي على مدونه السلوك وتحط انك انت موقع على مدونه السلوك. هذه انا بوجهه نظري شغله ايجابيه لمؤسستك، انك انت ملتزم بهالمعايير. المؤسسات اللي بتتعامل معها لما تشوفك موقع عليها فبتكون كمان مساله ايجابيه. الله يجزيكم الخير. ما في شيء ثاني انا اكثر بدي اقوله، بس summary بالانجليزي عشان summary. Summary. Okay. Well, basically I was talking about the issue of understanding politics but not getting involved in it. And since we are a charitable organization, we have to be careful about what we put on our social media as well as our website. The thing is that any organization want to apply for international donor, that donor would get a report about you from him. A third party. That third party actually use robot to scan your website, and this website, if there's anything on your website which is not considerably to be humanitarian, they will put you in the red. If you are on that list, so you are straight away excluded. And so many people, unfortunately, they might have been doing it unwillingly, not knowing about it. This is why they have to be really, really careful about what they have on the social media as well as what they have on their website. الفقرة الجاية يا شباب، عشان نقدم الفقرة الجاية، يعني احنا الورشة النهاردة مش ورشة زي ما كنا نعملها قبل كده تدريب، لا، هي ورشة بحثية علشان نناقش موضوع اللي هو أسباب أو المخاطر من عدم القدرة على تحويل الأموال. يعني دي أحد اللي هي الأشياء اللي احنا نفكر فيها من كام سنة كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وجاي الحمد لله معانا النهاردة منتدى الإنسان، طبعا انتوا عارفين انا منه، في البروفيسور ستيوارت من جامعه بتاعت اللي هي لندن سكول اوف اكونوميك، ومعاه اليس ومعاه هاري، عشان ايه؟ بحث هو لن تكتب فيه لا اسماء جمعيات ولا حيثيات جمعيات، اللي هتكتب فيه المخاطر اللي انتوا هتناقشوها معاهم بالتفصيل. ومعانا الدكتور رائد. الدكتور رائد هو استاذي في العلوم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والإعلامية والسينمائية والهوليوودية والبوليوودية إلى آخره. أستاذنا كلنا دكتور. أنا بأميرك وأولادك. طيب. فدي هتبقى بعد البريك إن شاء الله، في الجلسة العامة وبعد ما كده هتفهم من أراد منكم جمعيات تقعد واحد واحد عشان يتكلم عن القضية بالتفصيل، ولن يذكر لاسم جمعية ولا اشياء بقدر ما سيذكر على ايه حجم تعطيل اعمال الاموال دي بالنسبه لنا. ده اللي احنا عايزين نعمله كجزء من المؤتمر اللي هيكون في نهايه العام، وهي ورقه بحثيه لا يذكر فيها اسماء. الان هنكون بريك نص ساعه، بس نرجو انه نرجع 11:15، في مرطبات وشاي وقهوه برا. بس انا حوسع شوي باللي ذكر الدكتور هاني. الان نحن بدنا ننقسم العدد الموجود 18، مين طليق باللغه الانجليزيه؟ لا يعني مين حيفهم اللغه الانجليزيه ويتحدث فيها؟ إيه هذا طليق في اللغه فينا طليق لا لا، هو المتحدث، يعني مين عنده الاستطاعه انه يتحدث بالانجليزي براحته؟ طبحه ثلاثه وي نيد سكس بيبل مش لازم
بدنا ست أشخاص، نحن بدنا صراحة ننقسم إلى ثلاث جلسات، جلسة هون، جلسة بالغرفة الثانية، جلسة بالغرفة الثالثة، كل جلسة فيها ستة، رح يكون في معهم دكتور ستيوارت أو أحد الباحثين، تمام؟ وبده يصير، هلا كمان طالبين إنه هل في مجال تسجيل المحادثة؟ ليش؟ لأنه إذا بدهم يفرغوا المعلومات بتكون أسهل بالنسبة لكم، إذا في عندكم مانع قولوا لهم لو سمحتوا ما تسجلوا، هاي شغلة ثانية، كما ذكر الدكتور هاني وكما هن يعني الدكتور ستيوارت والفريق تاعه في معايير يعني أدبية أكاديمية، فالأسماء لا تذكر، مؤسسات لا تذكر هذه، حتى يعني حسب ما ذكر الدكتور ستيوارت امبارح إنه تقريره رح يعرضوا علينا بالأول قبل ما حتى يطلع للعام، فلو كان في أي شيء نحن حيكون لنا تدخل فيه من المنتدى الإنساني، تمام؟ المقابلات اللي هي حتصير نحن الساعة واحدة، برنامجنا الثاني رح يكون ساعتين، بعدين رح نكون الساعة واحدة بينتهي البرنامج الصباحي، البرنامج اللي بعد الظهر بيبدأ الساعة تنتين فقط ستة مؤسسات ممكن إنه يتم وقف إذا في عدد من هو يعني من ثلاثة لستة سبعة مش مشكلة عددها. إحنا ال one to one session أو هو البرنامج المسائي للمؤسسات اللي عندها حالات دراسية فعلًا واجهة مشاكل وعندها حالة دراسية هي حافة يعني تضاف لهذا التقرير وتعرض يعني في تقرير. فبالتالي حالة مش كمؤسسة. يعني أنا صار معي ستوري، صار معي قصة، تحويل أموال مثلاً تأخرت، المشروع وقف، عندي ضحايا فيكتيمز لهذا الكلام، فهذا بدنا نعمله أدريسينج بعد في بعد الساعة في المسائل. بس في شغلة مهمة، الموضوع التسجيل هو إلنا كباحثين بيفيدنا جداً، لأنه ما حنقدر نكتب كل شيء أنت بتحكيه وكل نقطة إحنا بنطرق لها، فأرجو إنكم تسمحوا لنا بذلك. واللي مش حيسمحوا خلاص واللي مش لا طبعا، بس احنا بنحب نطمنكم يعني. بس هاي الورقه بس اللي اعطيتكم اياها بس انه موافقه منكم على المشاركه في البرنامج، فلو ناخذها منكم قبل ما نبدا الجلسه الاخرى.